للقاء مزيد من من الضوء على هذا الملف ينضم الينا من واشنطن حازم الغبراء المستشار السابق في وزاره الخارجيه الامريكيه، وايضا من كيف اوليكسي ميلينك نائب وزير الدفاع الاوكراني السابق، ابدا معك سيد الغبره هذا الخلاف الذي ظهر للعالم بين كييف وواشنطن يبدو انه كان موجودا لفتره طويله، لكن لاي درجه قد يتحول هذا الخلاف الى عقبه حقيقيه؟ في جهود كيف لمواجهة الغزو الروسي لأراضيها سيد الكريم شكرا على الاستضافة طبعا يجب التذكر هنا أن الغرب لم يبدأ المعركة الأوكرانية لم تبدأ الحرب هذا كان هذه كانت حرب روسية واجتياح روسي لدولة مسالمة دولة لا. مستقلة ذات سيادة فلم يكن هناك خطة واضحة من أي طرف من الطرف الأوكراني أو الأمريكي أو الغربي كيف تنتهي هذه الحرب وهنا للتوضيح فقط للمشاهد صحيفة بوليتيكو قالت أن هناك شروخ بسيطة في العلاقة ليس هناك يعني تأزم في العلاقة بأي نوع من الأنواع لكن, لكن عندما يصل سبب مثل هذا, هذا الأمر إلى الصحافة أنه لا, لا يوجد لا يوجد لا يوجد دخان دون نار فدعنا لا نقلل من شأن هذا الخلاف أيضا أكيد 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 هنا النار هي أن لا الولايات المتحدة ليس لديها خطة واضحة كيف تنتهي الحرب وحتى أوكرانيا ليس لديها خطة واضحة كيف تنتهي الحرب في ظل أن بوتين والطرف الروسي يرسل جنوده للموت على جبهات القتال يرسل المساجين عن طريق فاغنر إلى إلى باكموت ليموتوا وهذا استمرت التعبئة العامة بالطريقة التي يعني جرت بها في روسيا وارسال المساجين وارسال مرتزقه الى ساحات القتال ستستمر المعركه لسنوات هنا الشرخ بكل بساطه ان اوكرانيا تريد رفع مستوى المعركه ويعني حتى الدخول إلى العمق الروسي بغية الضغط على بوتين، م. الطرف الأمريكي خائف من هذا الموضوع، م. وبصراحة الطرف الأمريكي دوما يخاف من التصعيد خصوصا مع دولة نووية نعم. كروسيا. طيب اليوم القرار يجب أن يتخذ ابقى في الوقت معنا. المتحدة ذكرت نقطة مهمة بأن أوكرانيا تود رفع مستوى المعركة ودخول إلى أراضي أعمق خاصة جزيرة القرم كما. اوضحت بوليتيكو سيد اوليسكي لماذا تتمسك اوكرانيا بمدينه باخموت التي تعتبرها واشنطن بغير المهمه وكذلك تستعد لشن هجوم على جزيره القرم مما يقوض فرص الحل ويعقد الامور اكثر في اوكرانيا وفق واشنطن هذا سؤال وجيه جدا لماذا تواصل اوكرانيا القتال في باخمود وقد طرح هذا السؤال الكثيرون داخل اوكرانيا وخارجها على حد سواء ولكن يبدو لي انه حتى الان الاجابه الحاسمه والمحدده قد قدمتها قدمها الجيش الاوكراني اذا ليست هذه سبب سياسي وانما هو سبب عسكري وانا اعتقد اعتقادا جازما ان قيادتنا العسكريه ترى هدفا وغرضا من التمسك بدون بالرغم من الخسائر الفادحه نعم سيد الغبره يعني مقاربه جو بايدن للحرب الاوكرانيه تلاقي انتقادات كثيره خاصه وانه كما ذكرت في اجابتك لا توجد لديه خطه لانهاء هذه الحرب وفي ذات الوقت كيف تقول بان هذه الاسلحه التي يتم تزويدها بها من قبل الغرب تكفي للاستمرار في القتال وليس للانتصار اليس في هذا وجاهه لوجود هذا الشرخ بين واشنطن وكيف طبعا يعني التصريحات الامريكيه واضحه ان الهدف الامريكي هو كف يد روسيا عن اوكرانيا طبعا ومنعها من التعدي على السلم الاهلي وتهديد السلم العالمي والدولي لكن الشيطان في التفاصيل كيف نفعل ذلك؟ هل تستطيع اداره بايدن التي اكتسبت نصرا عسكريا في المعركه بسبب صمود الجيش الاوكراني؟ هل تستطيع هذه الاداره الضعيفه بعض الشيء الديمقراطيه ويعرف عن الديمقراطيون انهم يميلون للسلم والتفاوض اكثر من الحرب والقتال، فهل تستطيع هذه الاداره حسم المعركه وحسم الحرب لصالح الغرب ولصالح اوكرانيا؟ هنا السؤال يجب هنا ان يكون هناك قرارات صعبه تتخذها الاداره الامريكيه وحتى الان الاداره لا تتخذ قرارا وهذا يخيف ليس فقط الاوكرانيين لكن حتى الداخل الامريكي نعم. الذي استثمر كثيرا في هذه الحرب ويحتاج الى نهايه واضحه نعم اذا هذه الاداره لا تتخذ موقفا واضحا مما يجري في اوكرانيا سيد أوليسكي الاداره الامريكيه منقسمه بشان نوع الاسلحه التي سترسل الى اوكرانيا كيف يمكن ان يؤثر ذلك على سير المعارك وعلى قدره القوات الاوكرانيه في شن هجوم مضاد كما اعلنت وزاره الدفاع الاوكرانيه خلال شهرين بكل تاكيد هناك مواقف مختلفة في واشنطن في عاصمة واشنطن هناك مواقف مختلفة بين أمريكا وبعض العواصم الأوروبية لكن في نهاية المطاف أعتقد أن أهم الأشياء على يعني الإطلاق أن هناك إجماع متزايد بأن أوكرانيا لا بد من دعمها ما دامت هناك حاجة للمساعدة وهناك أمور أخرى ذكرت أيضا في المقال بوليتيكال أن هذه أنه قضايا فنيه يمكن حسمه يمكن مناقشتها ويمكن الاتفاق عليها وحسمها على نحو يعود بالفائده لجميع الاطراف ما حجم الخلافات بين واشنطن وكيف كيف يمكن ان يؤثر ذلك على اهداف هذه الحرب ولماذا لا تبدو كيف ممتنه من الدعم العسكري الامريكي نحن نقول دائما بدنا ممتنون للدعم ربما لا يكفي ذلك وانما بطيء وكانه قليل هذا الدعم في نهايه المطاف نعتقد ان اكبر خلاف فيما اعتقد في الناحيه الاستراتيجيه كيف ستنتهي تلك الحرب هنا لدينا سوء فهم حقيقي احيانا مع شركائنا لانهم من ناحيه هم يريدون اوكرانيا النصر يريدون لاوكرانيا ومن ناحيه اخرى فانهم يريدون كذلك ان يفعلوا شيئا بحل لا تخسر روسيا ولا يتم هزيمه روسيا ولا تنهار روسيا وهي اكبر مشكله انهم ليس لديهم رؤيه استراتيجيه بالنصر الاوكراني حتى الان. الكسي ميلينك نائب وزير الدفاع الاوكراني السابق، ميكي شكرا جزيلا لك، وايضا شكر للسيد حازم الغبره المستشار السابق في وزاره الخارجيه الامريكيه من واشنطن.